نعود إلى العراق مشاهدينا الكرام بشأن الانتهاكات في محافظات ديالى والأنبار وبغداد، ومعنا عبر من عمان دكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور أيمن. إذن الاعتقالات في بغداد وديالى والأنبار من دون محاكمات في هذه المحافظات حسب ما أكدت النائبة لقاء وردي، هل تعتقد أن هذه التصرفات ممنهجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مؤكد أخي أن هذه التصرفات بسبب تكرارها وشيوعها، وحقيقة كان مئات الآلاف ضحية لها، فقطعا أنها تصرفات ممنهجة مقصودة متعمدة. المدني العراقي الأعزل هو الضحية في كل هذه المناسبات، وبالنتيجة لا يمكن إلا أن تكون هذه التصرفات تصرفات ممنهجة. نعم. طيب، عدم تقديم المعتقلين إلى المحاكمة لمدة طويلة، من المسؤول عنها قانونيا برأيك في ظل فوضى السجون في العراق؟ أخي الكريم، قانونيا المسؤول عنها هي المراجع المختصة كما تسمى قانونيا في الدولة التي تحترم نفسها، في الدولة التي تعمل على إنفاذ القانون، في الدولة التي توفر ما يحمي ويدافع عن حقوق الإنسان. بغض النظر، هنا طبعا الجهات المراجع المختصة كما ذكر، وكذلك الحقيقة الجهات الرقابية أيضا لها دور كبير في متابعة أحوال المعتقلين والموقوفين وحتى السجناء وأوضاعهم ومعيشتهم داخل أماكن، وطبعا على رأسهم الادعاء العام، ولكن هذه كلها حقيقة غائبة في العراق مع الأسف الشديد بسبب الفوضى التي تشمل المنظومة القضائية حال بقية الدوائر الحكومية العاملة بعد الاحتلال. يعني في الموضوع ذاته، يحذر رئيس مجلس محافظة ديالى من عودة الخطف الجماعي داخل المحافظة، إلى أي مدى برأيك تساهم الميليشيات في تردي الأوضاع الأمنية في المحافظات؟ أخي الكريم، ما وطأت الميليشيات منطقة أو مكانا أو مدينة أو قرية إلا وأشيع فيها الخطف والقتل طبعا للاستغلال ودفع الفدية، وبالنتيجة يعني هذا يحصل في كثير من مناطق العراق، ليس مقتصرا مع الأسف في محافظة ديالى. هذه مدينة الموصل، الأنبار، صلاح الدين، كلها حقيقة بنفس الوتيرة. المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات تكون هذه المنطقة مسرحا لجرائم الاختطاف والاختطاف بقصد القتل أو بقصد يعني استغلال المال. ما تعليقك على تشبيه رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني المناطق المستعادة بالسجن الكبير؟ هل هذا التشبيه واقعي الآن؟ أخي الكريم، نحن في الهيئة نقول أن حكومات الاحتلال حولت العراق ليس فقط ديالى إلى سجن كبير يحصل فيه ويرتكب فيه أبشع الجرائم وأبشع الانتهاكات باسم الديمقراطية والحرية الزائفتين اللتين جاء ادعى الاحتلال أنه يريد تحقيقها في العراق. نعم. إذن أشكرك الشكر الجزيل هاتفيا من عمان دكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين.